الكلمات تعجز عن أن تعبر عما لهذا الرجل من تقدير واحترام وإجلال بين كافة المواطنين في مصر على مختلف المستويات. فالكل كان يشعر من خطبه الدينية في أيام الجمعة ومن خطبه في المناسبات وآخرها كلمته القوية لغة ومضمونا في ذكرى المولد النبوي الشريف، كلها كلمات خالدة لا يمكن أن ننساها. كان وقد التقيت به يعني بعد أن توليت الوزارة، كان حريصا جدا على مصلحة العاملين معه والعاملين بالتدريس في المعاهد والمدارس الأزهرية. بالتأكيد فضيلة الشيخ الطنطاوي، خسارة كبيرة، خسارة لمصر وخسارة للعالم العربي وخسارة للعالم الإسلامي. كان بيمثل السماحة والوسطية، وهو قيمة عظيمة على المستوى الديني والمستوى السلوكي. أنا شخصيا سوف أفتقد فضيلة الشيخ الطنطاوي، لأنه بالفعل كان قيمة عظيمة في حياتنا. محبا لديني، الدين الوسطي الإسلامي الجميل، وكان محب لوطنه، ويعني احنا افتقدنا عالم جليل. بعتبر ان هو إمام المجتهدين في المعاصرين، ووجه الإسلام في السنوات الأخيرة الصعبة ديت، وحافظ على تماسك مؤسسة الأزهر وحماها من الدخلاء وحماها من الجهلة والمتطرفين وحماها من التسييس، وفي نفس الوقت كان عقليته فيها استنارة وفيها حكمة كبيرة جدا. كان ونعم رجال الدين الطيبين الأعزاء للنفس لكل من يتعامل معه، وكان رمز لتحقيق المودة والتسامح بين الجميع، مسلمين وغير مسلمين على مستوى العالم كله. ودائما كان يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ودائما كنا نرى منه هذا الخلق الكريم الذي كان يقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فكانت هذه دعوته، دعوة التسامح والمحبة والسلام.